سميتي حفصة حميدي، شو مارية، عندي ثلاثة الوليدات. بروجي ديالي كنت خدامة عندي ان اوتر دومين، تندير لا بانتور و تو سكي ار، ومن بعد درت لا باتيسري كنت مشيت فيها، كنت خدامة كويزينيير. المهم بزاف الحاجات من ابخي من ولدت وليد الاخر، وليت نخدم في الدار، تنخدم لي كوموند ديال العراس ديال السبوع فيما كاين شي مناسبة وهذا تنخدمو. و ديغنييغمون فيما تيكون ديزيفينمون بحال هكا ديال لا ميزيك ولا كاين شي ان ايفينمون اللي يكون صغير وفيه الناس راه تمشي ليه. داكوغ، دبلنا شويه على ستاند ديالك هنا في البولفار، وشفناك داك العام وهاد العام عاوتاني، واش هادي تقدري تقولي على تجربه ناجحه ودوينا عليها شويه؟ بيان سور تجربه ناجحه. المهم هنا تنجي وتنديروا ماكله بالنسبه للناس، الاولاد اللي في يعني مراهقين، تصيب لهم دي ساندويتش حيت ما يمكنش تصيب لهم شي حاجه اللي دي ساندويتش دي بري ريزونابل، لان الوليد اللي جاي من ليكول ولا هذا عنده دي ديغام 15 ديغام في جيبو يقدر اي واحد ياخذ. يعني تامن لي جو دايرين لا سيترونات ب 5 ديغام، كافي تي دي غوفر ا 10 ديغام، يعني ثمن مناسب بالنسبه للناس اللي تيجيو البولفار. يعني غير دي جون دونك عارفتي خاصهم يجي من ليكول يلا جيب على قد الحال. واش نقدروا نقولوا على هذه مقاوله ديالك؟ وي بالنسبه لي انا راه مقاوله، فهمتيني، انا خدامه واخا ما كاينش ان بروجي اللي كبير بزاف، مي بالنسبه لي مقاوله صغيره غاده على قدي. شنو الدافع اللي خلاك انك تخرجي وديري شي حاجه ديالك وما تبقايش خدامه في اون سوسيتي ولا مع الناس؟ هادشي اللي خلاني سورتو الوليدات. انا مهم عندي ثلاثه الوليدات، ما يمكنش ليا يجي تكوني خدامه عند واحد الناس يكون عندك ان ستريس، سورتو في الدومين ديال لا كويزين باتيسري خاصك تخرجي في واحد الوقت، يعني الماكله خاصها تحت سخونه، تتكون عندك الضغط ومع خاصك التوقيت ديال تخدمي التوقيت ديالهم ماشي التوقيت ديالك، تتشوفي هنايا مناسب تخدمي دي زيفينمون عندك 3 جوغ في لا سمين ولا لو موا، كل شاك موا كيفاش تخدمي، ولا تخدمي في الدار، يعني انت وقتك مناسبك تخدمي كيفاش يقولوا لها تتسقي بين وقت الدار ووقت الخدمه. وكيفاش كتقدري ديري بحال هكا؟ حيت كاينين بزاف ديال النساء المغربيات اللي هما مزوجات ولكن عندهم احلام، ولكن حيت ولدوا ولا حيت زوجوا ما قادرينش يخدموا ولا يديروا بروجي ديالهم. انا شي نقول بالنسبه للعيالات اللي جالسين ما تيديروا والو راه باز لهم اي حاجه، اي امراه في اي دار واخا صغير برا وخيط وتعلم حس ليها ما تجلس تبقى مقابله على تيلي وزعما تدير والو بحال شي غوبو غير تاكل وتتنعس، يعني هذيك راه ما حياه ما والو، حياه ضايعه. بنادم هو اللي يتحرك شي شويه، ما تيهموش ماديات، ماشي يكونوا شي ماديات كبار، مي بون تتحس براسها انسان خدام تيعطي شي حاجه، ماشي على قبل الماديات مي على قبل راسها، تتحس براسها انسان. واخا يكونوا عندها الفلوس وكل شيء الا ما كانش تتحرك راه بحال شي حاجه محطوطه.